يعود بناؤه إلى العصر اليوناني. حقيقة ربما يعود بناؤه إلى قبل هذا العصر، قد يكون إلى العصور أو الحضارات العمورية أو الأرامية، ولكن لا توجد دراسات لهذا الأمر. الواضح أنه يعود إلى العصر اليوناني، كان معبداً وثنياً. تؤكد يعني الدراسات كان هناك لوحة تؤرخ لإعادة بناء هذا المسجد، تعود إلى العصر المملوكي في سنة 761 هجري. تعرض لزلازل مدمرة وعيد تجديده مرات عديدة حتى العصر العثماني وحتى عصرنا الحاضر. بالنسبة لسقف هذا المسجد، هو عبارة عن 6 قباب تستند على عدة أقواس دائرية مدببة. هذه الأقواس تستند على 4 أعمدة.